بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح نتعلم تبسيط التعبير المنطقي باستخدام خارطة كارنوف. نقوم أولا بتحديد المداخل. من خلال هذا التعبير المنطقي راح نعرف أنه عندنا ثلاث مداخل. المدخل الأول يمثل الأكس، والمدخل الثاني يمثل الواي، والمدخل الثالث يمثل الزد. وراح يكون عندنا خارطة كارنوف ذات الثمان خلايا. فنقوم برسم خارطة كارنوف ذات الثمان خلايا. في خارطة كارنوف ذات الثمان خلايا ذكرنا أنه على اليسار راح يكون عندنا المدخل الأول، وهو اللي يمثل عندنا في هذا التعبير المنطقي الرمز X. راح يمثل عندنا المدخل الثاني والثالث للأعلى، واللي راح يمثل عندنا الرمز Y والرمز Z. الآن نقوم بتحديد مواقع الخلايا. ذكرنا في الفيديوهات السابقة أنه هذه الخلية موقعها صفر، هذه واحد، وهذه موقعها اثنين، وهذه ثلاثة، وهذه موقعها أربعة، وهاي موقعها خمسة، وهاي موقعها ستة، وهاي موقعها سبعة. الآن نقوم بتحويل المواقع إلى النظام الثنائي لمعرفة المداخل للأعمدة والصفوف. ذكرنا نستطيع تحويل ثلاث مواقع فقط إلى النظام الثنائي لمعرفة المداخل للأعمدة والصفوف. راح نقوم بتحويل الموقع صفر إلى النظام الثنائي. راح نستخدم ثلاث بتات كون عندنا ثلاث مداخل. الآن هذا البت الأول اللي يمثل المدخل الأول، هذا البت الثاني اللي يمثل المدخل الثاني، وهذا البت الثالث اللي يمثل المدخل الثالث. ذكرنا أنه إذا كان البت الأول صفر راح يمثل الأكس نوت، وإذا كان واحد راح يمثل الأكس. راح يكون هذا الصف يمثل الاكس نوت، راح يكون هذا العمود يمثل الواي نوت والزد نوت. الان نقوم بتحويل الموقع سبعة كونه يحتوي على ثلاث واحدات. راح يمثل هذا البت الاول موقع المدخل الاول، وراح يمثل عندنا رمز اكس كون البت الاول واحد، وهذا راح يمثل عندنا الواي، وهذا راح يمثل عندنا الزد. فراح يكون عندنا هذا العمود يمثل الواي زد. الان حددنا الصفين وعمودين من خلال استخدام موقعين فقط. راح ناخذ موقع ثالث لمعرفة باقي الأعمدة، وراح ناخذ الموقع واحد واللي هو يمثل صفر صفر واحد، وهذا يمثل الأكس نوت، وهذا يمثل الواي نوت، وهذا يمثل الزد. الآن بعد ما عرفنا هذا العمود يمثل واي نوت زد، فهذا العمود راح يكون واي زد نوت. نستطيع معرفة هذا العمود أيضا بتحويل رقم 2 إلى النظام الثنائي، واللي راح يمثل 0 1 0. راح يكون هذا يمثل الزد نوت، كتبنا احنا زد نوت، وهذا يمثل الواي، وذكرنا أن هذا العمود هو واي. الآن بعدما قمنا بتحويل المواقع إلى النظام الثنائي، قمنا بتوزيع المداخل للأعمدة والصفوف. نقوم بتحديد المنطق واحد في الخريطة. ونقوم بتحديد المنطق واحد في الخريطة من خلال استخدام التعبير المنطقي المعطى لدينا في المثال. راح يمثل هذا موقع المنطق واحد، راح يمثل هذا موقع المنطق واحد، راح يمثل هذا موقع المنطق واحد، وراح يمثل هذا موقع المنطق واحد. وهذا يسمى منتج منطقي، وهذا يسمى منتج منطقي، وهذا مسمى منتج منطقي، وهذا كذا. والتعبير الكلي يسمى مجموع المنتجات sum of product، وهذا هو معنى sum of product، يعني انه يكون التعبير المنطقي هو عبارة عن مجموع المنتجات. فراح ناخذ المنتج الاول واللي هو راح يمثل الاكس نوت، وهذا يشير الى انه المنتج واحد موجود في هذا الصف وموجود في العمود واي والعمود زد. راح يكون عندنا العمود واي والعمود زد في هذا العمود وفي الصف اكس نوت. راح يكون عندنا هذا هو موقع المنتج الاول او موقع المنطق الاول. أما موقع الواحد الثاني فهو موجود في الصف اكس نوت وموجود في العمود واي زد نوت. راح يكون عندنا موجود في الصف اكس نوت، موجود في العمود واي زد نوت. أما المنطق واحد الثالث فهو موجود في الصف اكس وموجود في العمود واي نوت زد نوت. هذا هو الصف اكس، هذا هو العمود واي نوت زد نوت. أما المنطق واحد الأخير فهو موجود في الصف اكس وفي العمود واي نوت زد. هذا هو الصف X، وهذا هو العمود Y نود Z. الآن بعد ما قمنا بتحديد المنطق واحد في الخريطة، نقوم بتحديد الحلقات. أفضل طريقة لتحديد الحلقات هو بجمع هذه الواحدين في حلقة واحدة، وجمع هذه الواحدين في حلقة أخرى. نقوم بتبسيط الحلقات من خلال حذف المختلفات وجمع المتشابهات. فراح يكون عندنا في هذه الحلقة X نود، ومن الأعلى نقوم بحذف الزد مع الزد نوت، وجمع الواي مع الواي، فراح يكون عندنا اكس نوت واي. اما تبسيط هذه الحلقة فراح يكون عندنا على اليسار اكس لا يمكن تبسيطها،
ومن الأعلى حذف الزد مع الزد نوت وجمع الواي نوت مع الواي نوت، فراح يكون عندنا الناتج هو واي نوت. راح يكون عندنا المعادلة المبسطة هي تساوي x نوت y or x y نوت. فقمنا بتبسيط المعادلة المنطقية من هذا التعبير المنطقي إلى هذا التعبير المنطقي المبسط باستخدام خارطة كارنوف، وهذا أيضا يسمى منتج وهذا يسمى منتج، والمعادلة كلها تسمى مجموع المنتجات sum of product. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.